منها جدار للهدى نور لدى يجور الدجى دي سيرة المختار نهج القاصدين إلى العلا منها جدار للهدى نور لديجور الدجى ذي سيرة المختار نهج القاصدين إلى العلا قبس به تصفو حياة المسلمين أولي النهى وبها دليل في قضايا العصر مشكات السنة وبها دليل في قضايا العصر مشكات السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهنا معدلك مليك كل من ملك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك. الحمد لله حمدا يليق بجلاله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله مع بداية هذا اللقاء أن يجعلكم سعداء ويحفظ لكم البيوت والأبناء يا رب. أيها الأحبة، لازلنا مع هدي النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا والله حياة والله نجاة، فقط اتبعوه كونوا على هديه في كل الأزمات في كل المواقف في كل الأحداث، فقط انظروا ماذا فعل النبي معها وكيف تعامل معها وافعلوا فعله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انتبهوا، فرصة عظيمة أن نتربى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونكون على هديه وطريقته، وذلك من علامات محبته. حب النبي سرى في القلب فازدهر أنارني دربي ونور للبصر، جمال طلعته قد أخجل القمر، يزيد ناظره حسنا إذا نظر، أندى العباد يدا وأجلهم أثرا، أهدى الحياة هدى ورتل السور. نعم والله والله هديه حياة، والله هديه نجاة، والله هديه وطريقته علاج. نعم علاج للأزمات للأحداث للمواقف، فقط انظروا ماذا فعل وافعلوا فعله، فقط سيدهشكم الله بحياة سعيدة رغيدة حميدة. ذكرنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحداث التي تحدث من أيام إبراهيم وإسماعيل إلى لها علاقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم وإسماعيل لما بنوا الكعبة وأصبح إسماعيل وأبناء إسماعيل يتولون أمر مكة وجرهم، وضعف شأن أولاد إسماعيل فأصبح الذي يتولى شأن مكة منهم جرهم، ولما استحلوا الحرم وظلموا وبغوا وأخذوا أموال الناس في الحرم وكذلك آذوهم وضيقوا عليهم ولم يشكروا النعمة التي كانوا فيها وكفروا بهذه النعمة، وكان لهم مكانة عظيمة عند الناس وعند العرب بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أهل البيت الحرام وأهل البقعة المباركة هذه التي دعا لها إبراهيم. هنا اجتمعت كنانة وخزاعة وقالوا إن جرهم فسدوا وأفسدوا وظلموا واستحلوا الحرم فلا بد أن نخرجهم، فاجتمعوا عليهم ونازعوهم وقاتلوهم حتى أخرجوهم، حتى عمرو بن الحارث بن المضاد الجرهمي وهو خارج من مكة مع قومه إلى جهة اليمن جلس يبكي. نعم يبكي يبكي ويقول كأن لم يكن بين الحجون والصفا أنيس ولم يسبر بمكة سامر. لا إله إلا الله، يبكي وينشد ويقول كأن لم يكن بين الحجون والصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. لذلك أحبتي نصيحة من محب لمن يحب، والله إني أحبكم وربي إني أحبكم، كلما شكرت النعمة التي أنت فيها كلما زادكم الله، وكلما تقربتم بهذه النعمة إلى الله كلما بارك الله لكم فيها. فقط اشكر، نعم اشكر الله تعالى، والله تعالى يقول وقليل من عباد الشكور،
لما قال اعملوا آل داود شكرا، ماذا قاموا؟ قاموا يصلون ويقومون الليل. شكر الله له أبواب عظيمة، الصلاة، الصدقة، النفقة، الحفاظ على النعمة. هنا بعد أن طردوا جرهم تولت خزاعة أمر مكة، لكن ما أخذوا من جرهم درس. نعم 300 سنة حكموا مكة، لكن ما أخذوا درس. أحبتي، العاقل هو الذي يتعظ بغيره. نعم العاقل هو الذي يتعظ بغيره، لا تكن أنت عظة وعبرة. يا أخي أمامك جرهم، ولما فسدوا وأفسدوا واستحلوا وبغوا أخرجهم الله. مع ذلك خزاعة بعد أن حكموا 300 سنة وأصبح حليل الخزاعي هو من يعني يدير شؤون مكة البلد الحرام والكعبة، وكان عنده بنت اسمها حبة، وكان سيد أيضا من سادات مكة في تلك الفترة أيام خزاعة، عمرو بن لحي الخزاعي، وكان شاعرا غنيا مطاعا، له كلمة مسموعة عند قومه. لما ذهب إلى الشام ووجدهم يعبدون الأصنام وسألهم ما تفعلون بهذه الحجارة، قالوا نستشفع بها عند المطر عند الحاجة. فحمل معه هذه الحجارة إلى مكة وأمر قومه أن يستشفعون بها، يجعلوها بينه وبين الله واسطة. واسطة، ويستمطرون بها ويستشفعون بها. فكان أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم وإسماعيل عمرو بن لحي الخزاعي، حتى قال النبي رأيته في النار يجر قصبهم في النار والعياذ بالله. فانتبهوا أحبتي، هذا درس لنا. ما هو الدرس؟ تعلمون ما هو؟ كن ممن يدعو إلى الهدى لا يدعو إلى الضلالة، فمن دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، من أجورهم شيئا. كذلك الذي يدعو إلى ضلالة، إلى منكر، إلى شر، يتحمل وزر من يتبعه إلى قيام الساعة. كل من يفعل وغير دين إبراهيم، وكل من يغير في دين الله، وكل من يفعل ما فعله عمرو بن لحي الخزاعي يتحمل هو وزره. فانتبهوا، إما تكون باب من أبواب الخير وإلا ولا تكون باب من أبواب الشر. فإن من الناس ناس مفاتيح للخير، كن مفتاح للخير لا تكون مفاتيح للشر، كن مفتاح للخير مغلاق للشر. وهذا أيضا ينبغي أن ننتبه إليه في بيوتنا، نعم في مجتمعنا، في بلادنا، أن نكون باب من أبواب الخير لا نكون باب من أبواب الشر، أن نكون من يدعو إلى الخير لا يدعو إلى الشر، أن يكون ممن يدعو إلى الاجتماع لا يدعو إلى الفرقة. هنا خزاعة لما غيروا دين إبراهيم على يد هذا الرجل عمرو بن لحي الخزاعي، وآل الأمر إلى حليل الخزاعي، في تلك الفترة أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي هذه الأمة عبرة، عظة. نعم لقد كان في قصصهم عبرة، والعاقل هو الذي يتعظ ويعتبر بمن قبله، لا يكون هو عظة وعبرة. أعطيكم مثال، لما ترى إنسان استعمل بعض المحرمات كالمخدرات فذهب عقله، خلاص هذا لك عظة وعبرة، لا تكن أنت عظة وعبرة. لما ترى إنسان استعمل بعض المحرمات فآذته، أمرضته، أتعبته، آلمته، فابتعد عنها، لأنك رأيت عظة وعبرة أمامك، لا تكن أنت عظة وعبرة. لما ترى إنسان أعرض عن الله فهو في معيشة ضنك والعياذ بالله،
خذه عظة وإبرة، فلا تعرض عن الله. وهكذا في تلك الفترة التي كانت آخر أيام خزاعة، كان في الشام غلام، نعم غلام، تعلمون ما هو وما قصته؟ هو الذي غير مكة، تحولت تبدلت اختلفت، انقلبت مكة من أولها إلى آخرها، ومن شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها. كيف ومتى؟ كل ذاك وذاك في لقاءنا القادم. من هو الغلام الذي قدم من الشام إلى مكة لتتحول الدنيا وتتغير وتتبدل؟ في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. الله أسأل أن يحفظكم بحفظه، ويكلأكم برعايته، ويستعملكم في طاعته، وأن يحفظ بيوتكم وأولادكم وحياتكم وأموالكم وسعادتكم من العائنين الحاسدين الحاقدين الناقدين الناقمين يا رب العالمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يعطيكم من فضله ومن رحمته. أسأله سبحانه وتعالى لكم العفو والعافية، ولبلادنا أن يحفظها من الحاقدين أعداء الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جابي سيرة المختار، نهج القاصدين إلى العلا، قبس به تصفو حياة المسلمين أولي النهى، وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة، وبها دليل في قضايا العصر مشكاة السنة.